واضح بأن جلالة الملك له مسؤوليات دستورية يمارسها طبقا للدستور. لقد عين الأمين العام للحزب الذي جاء في صدارة الانتخابات، وهذا احترام كامل للدستور. لقد تعطرت الأمور ولم تساعده الأحزاب السياسية من التي يرغب أن تكون معه في حكومته، التي يرغب أن تكون معه في حكومته لم تساعده كثيرا، وبالتالي طال الوقت. فمن حق صاحب الجلالة الذي عينه وهو الضامن لسير المؤسسات أن يسائل السيد بن كيران، وأعتقد بأن المستشارين اللذين بعثهما بدلالة السيد رئيس اللجنة التي وضعت الدستور، ونعم السيد منوني وبشخصية في 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 السيد القباش، أعتقد بأن هذه إشارة كبيرة إلى أن صاحب الجلالة يتتبع واجبه الدستوري، ويريد أن يتكلم السيد بن كيران رئيس الحكومة المعين أمامهم بما يريد تبليغه بأكبر وضوح لصاحب الجلالة. أعتقد بأن هذا شيء طبيعي، وطبيعي جدا في ترسيخ تقاليدنا الديمقراطية.